بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خبر عاجل منذ قليل، اصابة كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الايطالي بفيروس كورونا. اعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء اصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، واضاف الاتحاد ان مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما سيغيب عن مواجهة السويد في دور الامم الاوروبية غدا الاربعاء، لكنه اكد ان اللاعب بصحة جيدة وتم عزله في فندق خاص. عاجل اصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، ربنا يشفيه، اللهم ابعد عنا الوباء والبلاء، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد، وباذن الله هنوفيكم باخبار كريستيانو رونالدو اول باول، واخبار صحته واخبار تعافيه باذن الله من الفيروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.